النهارده. ضيوف حلقتنا النهارده هم الاختين ياسمين وهادي السعيد، حكمين الدوليين اللي كانوا مشرفينا وكنا يعني في سعاده غامره اكيد بمشاركتهم في تحكيم مباريات كره اليد في اولمبياد طوكيو 2020. اكيد هيبقوا معانا في فقره هنسال فيها كل الاسئله اللي بتدور في بالكم وهم هيجاوبوا عليها بالتاكيد. اما عن سؤال حلقتنا النهارده فكان ايه رايك في اداء منتخب الرجاله، انا بسميه كده صانع السعاده منتخب كره اليد بدوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو. اجابات حضراتكم. حسن عبد الحافظ قال اولا مساء الخير عليك ابو الكباتن، مساء الخير عليك ابو علي، ثانيا المنتخب المصري في حته تانية خالص، ربنا كرمنا ولعبنا بطوله رائعه العالم كله عرف، افريقيا راجعه بقوه في كره اليد، العالم كله هيخاف من الفراعنه. اتفق معاك مليون في الميه ابو علي. طيب احمد سامح قال منتخب 10 على 10. محمد نصر قال مساء الورد عليك، مساء الفل عليك يا ابو حميد، الاداء جيد جدا وان شاء الله نحقق الذهبيه في اولمبياد باريس ان شاء الله. مساء الفل عليك، اهلا بيك ابو عز، اداء جيد جدا وان شاء الله نجيب الميداليه من باريس ان شاء الله، متفائل زيك ابو عز يعملوها ان شاء الله. واخر تويته معانا احمد محمود الرملي، منتخب تفوق على نفسه، هتفق ومش هتفق، هو تفوق بشكل كبير لكن على نفسه، هو بقاله فتره كبيره قوي بيقدم لنا عروض قويه قوي قوي، فتفوقه على نفسه لو كان هو طفره كنت هقول لك كده، لكن هي مش طفره اهو، ده اتحاد اقدر اقول لك شويه هو ده اللي ماشي بخطه.